اي حفاوة استقبال الاخوان. واش كاين شي استقبال اكثر من هذا الاخوان؟ لا فهذه فاتونا بصراحه الاخوان، باش نكونوا صريحين. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير صافي عليكم، نتمنى كلشي يكون بخير. ودابا كيف كتلاحظوا راه 11 في الشهر، 11 في الشهر جالسين علينا، غادي تقطع الانترنت، غادي تقطع نهار 10، واحد الاشعه غادي تضرب من الفضاء، راه غادي تقطع الانترنت، الانترنت غادي يضيع، غادي نرجعوا للقرى الوسطى. راه قلتها لكم الاخوان، قلت لكم راه هذا الشيء راه ما مناش، راه مستحيل الانترنت تقطع، راه مستحيل، ما يمكنش، مستحيل، شي حاجه مستحيله. وكان بنادم هاجمني فاش هضرت في هذا الموضوع هذا، لحت واحد النويطه في الفيديوهات اللي دازو، قلت لنا شرعيه تخربيق ديال راه غيقطعوا الانترنت وغيلقوا لنا الهولوغرام في السماء، وغادي كل بلاد يطلقوا لها باش كتامن. كاين اللي كيزعبدوا دابا الانترنت مع شي بوطونه كاينه في امريكا، غادي كليكيو عليها وغادي يطفيو الانترنت على العالم. راه ماشي هكداك ديال الانترنت اصاحبي، راه الانترنت عباره على بزاف ديال الاجهزه الكمبيوتر مرتبطه مع بعضياتها. المهم داكشي متعمق، انا صراحه ما فهمش فيه، غير هو اللي عارف انا مستحيل ان الانترنت تقدر، كاين احتمال بسيط على ان تقدر تقطع على منطقه وحده مثلا، نقولوا على مدينه يطرى عطب ويتصلح، ولكن باش تقول لي الانترنت كامله غتقطع وما يبقاش الانترنت كاع وصافي ما يبقاش شي حاجه سميتها السوشيال ميديا، هادشي راه ما يمكنش، راه مستحيل اصاحبي، راه مستحيل. الناس اصلا راه خرجت بواحد التقرير فاش كان خرج هاد الاشاعات وكذا، شحال هادي قالت لهم بان راه ما قالتش انا بلي عاصفه شمسيه غادي تضرب وغادي تاثر على الانترنت، ما قالتش هاد الشيء، قالت بان غادي يديروا اعاده تشفير ولا شي لعيبه بحال هكا، كل عام تيديروها باش هاد الشيء باش كيحميو الانترنت وداك التخربيق. اما هاد الشيء ديال غتقطع الانترنت وغيطلقوا لنا الهولوغراف في السماء عندكم، هاد الشيء راه تيديروه شي وحدين غير باش تيخلقوا واحد الموجه باش كيطلعوا عليها الشيء اللي كاين. يا اخوان ما كاين والو، المهم هذا موضوع غير خارج على الهضره، باش مره اخرى الانسان ما يبقاش يتيق بحال هذا التخربيق. اربح معاهم والله ما يحقوا هذو في الفلاحين هذو، ياكلوهم كاع مرضوا في السبيطار. شوف نلقى حجره في وسط البطاطا. دابا فهمتي اللي غادي يوزن هاد البطاطا هادي غادي يطلع له غير شي ثلاثه الحبات البطاطا، راه فيهم شي 2 كيلو ونص، وغادي يخلصهم وغادي يمشي للدار وغيلقى حجره ما عنده ما يدير. فيق على انت باللي حجره والله ما تبان، والله ما تبان هادشي الشيء، راه قول داخلني عليك والله، جات تشوف شي بلاصه اخرى من غير اللي هكا، والله ما تشوف شي بلاصه اخرى من غير تما. بيع البطاطا انت شوف، شي حول ولا قوة الا بالله، والله ما تمرقلها باللي حجره، لا لا بالله تجر ولاو يطرا في فوقيا. دابا تزايد دي شي واحد يبدا يقشر فيها في الدار، يلقى راسو راس قولب، يلقى هو مدي غير شي نص كيلو البطاطا، واصلا داير له هو في الميزان شي 3 كيلو غير بسبب هاد الحجره هادي. شي حول ولا قوة الا بالله، والله العظيم، والله ما تبركلها في الحجره، حتى ولاو يطرا في فوقيا. مساكين والله حتى مساكين. ندوزو الفيديو الاخر. احنا الجزائريين اللي علمنا المشارقه اللغه العربيه، كي تبعوني غادي تفهموا. نزلنا للشارع وحين نطلبوا من المواطن الجزائري باش يتكلم بالعربيه الفصحى. منذ استيقاظي مع صباح العربيه الفصحى. منذ استيقاظي مع صباح، زيد زيد. ما معناتها استيقاظي؟ ما معناتها هذا كاع ما عرفتش استيقاظي، ما عرفتش استيقاظي. ذهبت للعمل. انا ولا انت؟ انا. ذهبت للعمل، بارك الله. قهويت العربية الفصحى. شنو قال لهم هذا؟ قال لهم تسقهويت، قال لهم زعما شرب احتسيتوا القهوة، قال لهم تسقهويت. لا لا هي شنو يا اخوان، كاين تسقهويت في اللغة العربية. تسقهويت، يلا نص قهوة. شربت قهوتي؟ العربية الفصحى. العربية الفصحى؟ ما نجمش نهضر لك بالعربية الفصحى. ان شاء الله تهضر الصالة. منذ الاستيقاظ اخذت دش شربت قهوتي، خرجت من المنزل توجهت الى العمل. دابا عندي شغل، كيش نقولوا عندي شغل. والان انا في شنو؟ كان الشيء راه عادي، حنا تنشوفو تبونتي كيطلع
وكيدير شي خارجات اعلاميه باللغه العربيه كتاكل الدق. عاوتاني الله يسمح لي من اللغه العربيه في الفيديو الاخوان، راه قجرت عليها كل مره جايب لها فيديو انا صافي ديال الاخر ليا ما دبرت عليها. انا نجاوبك بالفصحى، ما نقدرش ما نعرفش نحكي بالعربيه الفصحى. ماذا فعلت منذ استيقاظك صباحا؟ ماذا فعلت منذ قهوة حليب شربت قهوة حليب ما نعرف هاد يسمى العربية الفصحى. والله ما نعرف المزيد العربية الفصحى ما نعرف شكون، والله ما نعرف. سمعوا يقول لك هاني كتوقع. يمكن الانسان ملي كيكون فيق مع الصباح كتلف له اللغه العربيه، هذه ماشي مشكل يا اخوان، هذا الشيء كيقدر يطرا فهمتك، كيقدر يطرا راك عارفين. يبقى غياب صناديق الخضر، عرفتي واحد الازمه اخرى كاينه في لوكال يا اخوان، الصنادق ما كاينينش، الخضر بالاسواق يعيق تقدمهم في العمليه. الصندوق تقريبا راه شبه منعدم في الاسواق، كي تلقى فيها حاجه صغيره اللي ما تشقيش عليها كاميو، وحنا في النعامه كاع ما عندناش. كما نقولوا انحلت مشكله ونطرح ودارت مشكله واحده اخرى. الاقتناء راه بقوه في الولايات الاخرين، هو اللي خلى اثر على غياب الصندوق في السوق. رافقنا الفلاح هادي من بلديه عين بن خالد. زعما يا اخوان اسمحوا لي نقاطعكم، راه صندوق راه البلاستيك، البلاستيك ما كاينش مواد الاوليه باش كيصايبوا الاخر. ديروا غير اعاده التدوير. والواقيلا ما كيقدروش يديروا اعاده التدوير. ليل والذي بدوره توجه الى زميله الفلاح بومدين من اجل استعاره بعض من صناديقه لاتمام جني محصوله وتسويقه. رانا زارعين البطاطا، زارعين البصله، زارعين كل شيء. عندنا مشكل هو تاع الصندوق. ها هو الصديق جد الصندوق فرغ هنا من البصله وداه غادي يكمل الفياج تاعه. وحنا ثاني ان شاء الله نقولوا كي كمل هو نعاودوا نجيبوا عليه الصندوق اللي ما تحلش مشكله تاع الصندوق. هاو اليوم خدامه ما جاوش على جال الصندوق، على قدر جا واحد الصديق لا غاد ما لحق لها لا شارج جا يدي علينا الصندوق باه يكمل الفياجه تاعه، باه كي يدي هو الفياجه تاعه ان شاء الله يفرخها ويجي نعاودوا حنا ندو عليه ثاني لومبالاج تاعه. دابا باش يدي الفياج ديالو خاصو يسالي انت يسالي الاخر، عاد يجي يدي اخر عاد يعطي الصنادق، عطيت قلت للناس الصنادق اصاحبي باه نعاودو نعمرو فيه حنايا. مشكلة عويصة هادي الصنادق، والا ما كاش الماء ما كاش البريكس ما كاش الصنادق. اللي بوجني هادي زاوية يعني قديمة هنا في المنطقة. نعم هذا المسجد نتاع الزاوية نتاع سيدي بوجمنين. سيدي بوجمنين كما هو مكتوب في هذاك هو محمد بن عبد الله الشريف الفاسي الإدريس، يعني من دولة الأدارسة وجاء أدارسة ناس فاس. اسمع عليا هذا الفيديو أنا ما غندويش. كانوا ثلاث أحياء تدمروا في الزلزال اللي ضرب المنطقة في 1 جانفي 1965. واسمه هذا ست أحياء، كاين ثلاث أحياء، كاين الكراغلة كراغلة. أنا ما قلت والو، أنا لم أقل أي شيء، أنا فقط كدير ردة فعل على الفعل بحد ذاته، أنا ما قلت والو الإخوان، مش أنا دخلنا عليكم والله قلت شي حاجة. صافي وخربت الليس. الدكتور غلي هو يعني الانسان المولد، الام نتاعو ام عربيه والاب نتاعو تركي. تركي شاهد شاهد من اهلها. شاهد شاهد من اهلها صافي فوق ما يتقال. انا ما نقول والو في هذا الفيديو، نو رياكت. زي اليوم صفحه تثير جدل، وين تحط رجلها تقوم قيامه. سيتي اون شوز اي سانور اون فيير. ولا فين حطات رجليها هي؟ راه الحاجه اللي كتحط فيها رجليها ما كتكملش. لا بريكس لا 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 ديكس لا لا شطور. فين كوني تحط شي حاجه في رجليها نقولوا واقيلا يمكن تارت الجدل. فين الجدل؟ ما حطاتش رجليها اصلا، ما وصلتلاش النوبه. هذا هو دروك الاحداث العالميه ما تندارش بلا الجزائر. بريكس بريكس نيجيريا الكاف زيد شنو اخر؟ ايوا انا عندي راسي يعني بالتقريب مصانع جاهزه بالتقريب وقادره تخلق 750 الف. الله كذبه كذبه. قال لا تخرط علينا السيد الرئيس. 575 الف شحال قال هو؟ 75 الف منصب شغل. باش تعرف ما تعرفش شنو خرجت انا خربقت الباس.
باش تعرف ما عرفش شنو كيقول. وقادرة تخلق 750,000 واللي عاتي من 75,000 قال لهم 775,000 وعلى واخا خسر فيها شي حاجة تيقول الرقم اللي جعله فمك قولو هانية. قادرة تخلق 750,000 ولا عرف عرف راسه كذب قالوا ويلي. وهذيك النهار جالس كنقول لهم واش غادي نشف من كيلومتر متر مكعب ديال البحر وكل العالم كله قال لي واش غادي ما تخليناش فين نتبحروا يا تبون ما نتبحروش حنايا غنوليو نمشيو لاوروبا على رجلينا ولا شنو. 75,000 منصب شغل 75,000 منصب شغل وريني الدوله المتقدمه اللي قادره تخلق 75 منصب شغل في ظرف قصير مثل هذا. الناس ما يمكنش حداري وبابا حداري كامبي هو تو قال لك حداري انا اللي كنخرط عليكم دابا شنو كيديروا لتم كيكتبوا له شي حاجه وكيعطيوها له هو كيتيق داك الحديد. انا بغيت اصلاح يشد الرئاسه جديده صراحه انا ما تسبون باش يشد الرئاسه جديده حيت بغينا هذا الشيء يبقى مستمر. اه دي جبتك فاش شفتو خاوتي لاشيتيكتير في الجزائر شوفو بالكون ما عندكش من تدخل ليه فوق على علينا هاكم هذا الكوتي ما عندكش فين تدخل ما عندك من تدخل خاوتي بالكو خرج عوز دابا داخلين عليكم الله هاد البنايه هذا حنا شوف حنا سيدي حنا المهندس وكذا نقولوا سيدي المهندس غلط والبناي اللي كيبني نقول لكم شوف كيبني هذا البالكو هو بعيد على السطح نمشيو البالكو خاصو يكون نورمالمون هنا باش يكون اصلا ما صالحش والله الا اصلا ما صالحش غير زياده هذا نورمالمون هذا السيد اللي كيبني خاصو نقول شنو هذا الشيء هذا طاشروا هذا الشيء هذا شنو دابا فين هذا البالكو شنو هذا البالكو هذا اللي غنبنيو حنا بهذه الطريقه وقدامه غير حيط ما كاين لا باب لا لا صافي وبنا ما زوقاش بحال داك الدرج اللي مقلوبين في داك الفيديو اللي وريته لكم والله علينا هاكم هذا الكوتي والله ما عندك من تدخل خاوتي ما عندك من تدخل تجربه متاقه خاصك الا بغيتي تدخل خاصك تنقز من هنا فهمتي تنقز من هنا ولا المهم شوف كي دير لها نتايا واللي كتعلم الباركور واللي لاشيتيكتير دابا الا بغيتي تجلس هنا شويه في الباركو تستقهوى شويه خاصك تنقز من هنا خز من هنا وجلس مع راسك هنا ورجع اي حفله استقبال يا اخوان واش كاين شي استقبال اكثر من هذا لي اخوان ها لا فهادي فاتونا بصراحه لي اخوان باش نكونوا صريحين فهاد الاستقبال هذا راه فاتونا به حتى انا كنوصلنا خير ديال الفيديو اخو تلاقاو في فيديو جاي في صلاه تهلا.